تحفة ميادين السباقات في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط وثاني أشواط الانتاج الذي خصص للبكار الثنايا المهجنات الأصايل في رحلة الثمانية كيلومترات. انطلق مع هذه الاسماء مباشرة ومع هذه الشعارات، اتقدم مع هذه الاسماء، اتقدم مع المراكز الاولى المنطلقة والحاضرة، مركزنا الاول وصدارة هذه الاسماء مع انطيله على المركز الاول. محمد بن عيسى بن خميس بن شلبودة الخيلي يتقدم على المركز الاول مقدما انطيله مع اول الاسماء المنطلقة والباحثة عن اول نواميسها لانتاج المهجنات الاصايل. المركز الثاني مذيار مذيار سالم بن عتيج بن علي القوم الاكتبي قادم على المركز الثاني، يقدم مذيار. المركز الثالث القادم انطفيه ياسر بن محمد بن ياسر بن علي العفاري القادم مع انطفيه، ومن الجانب الاخر هوايل هوايل مسلم بن سهيل بن هيا العامري قادم على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس نتابع امجاد سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي القادم، هنا شعار المتحدي على المركز الخامس يقدم امجاد. المركز السادس وصلت لبقة مانع بن صقر بن فلاق الاكتبي القادم في هذه اللحظات، يقدم لبقة القادمة على المركز السادس. والمركز السابع المركز السابع ممدوحة خليفة بن سالم بن ضبيعة الاكتبي القادم والمقدم انطلاقات ممدوحة على المركز السابع. ثامن المراكز ثامن الانطلاقات التواجد من شجون خليفة بن سالم بن ضبيعة الاكتبي القادم مع ممدوحة وشجون في شوط الانتاج، ناخذ المركز الثامن. المركز التاسع المركز التاسع الساعي القادمة لمحمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز العاشر وصل الطلايع عوض بن محمد بن سعيد العفاري القادم شعار بالدبي على ما ظنه القادم، ما شاء الله يقدم طلايع في مسار هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا الانطلاق، ما شاء الله بأشواط الانتاج والمنتجين الحاضرين على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم وتحفة ميادين السباقات، ومن قدم إثارة في شوط المحليات الأصايل بالدبية يأتي هنا مقدما انطلاق الطلايع عوض بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول مغادرتنا الأول حزام في الثمانية كيلومترات، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى سكان المقدمة، إلى انطيلة 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 على المركز الأول انطيلة. ومحمد بن عيسى بن خميس بن شلبودة الخيلي يتقدم على المركز الأول، يقدم انطيلة على الكادر العلوية بقنوات دبي ريسنج الحاضرة في كل زوايا ميدان المرموم، ناقلة هذه الأحداث الصباحية والانطلاقات الصباحية ضمن
سباق الثنايا ما شاء الله. نتابع المركز الثاني قادم مذيار 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 سالم بن عتيج بن علي القوم الاكتبي يتقدم على المركز الثاني. يقدم مذيار قادم على المركز الثاني. المركز الثالث انطفيت العفاري قادم على المركز الثالث. ياسر بن محمد بن ياسر بن علي العفاري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع التواجد على رابع المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام من امجاد زعبيل امجاد سالم بن سعيد بن منانه الاكتبي المتحدي الحاضر هنا مقدما امجاد ومن عمق الميدان لبقى القادمه مانع بن صقر بن فلاق الاكتبي القادم في هذه اللحظات. يقدم لبقى القادم على المركز الرابع ومن الجانب الاخر. شوف التجاوز شوف الحضور في هذه اللحظات من شعار ياتينا ويتقدم سلم بن سيل بن هيا العامري مع هوايل هوايل على المركز السادس. سابع مراكزنا بالضبيعة القادم يقدم ممدوحة خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي قادمين اهالي نزوة يقدمون انطلاقات ممدوحة في اشواط الانتاج. المركز الثامن القادم العنود محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري اول ندى للعنود قادم العنود على المركز الثامن. المركز التاسع المركز التاسع تحية عامر بن سعد بن محمد المري واول ندى لتحية القادمة. المركز العاشر عندك يا راعي إثارة عندك يا راعي طلايع عوض بن محمد بن سعيد بالدبي العفاري قادم على المركز العاشر. يقدم طلايع على عاشر المراكز. هكذا هي النتيجة هكذا النداء الثاني للعشر المراكز الأولى المنطلقة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام في أشواط الإنتاج في أشواط الإنتاج ناموس الإنتاج غير عودة إلى الصدارة عودة إلى المقدمة. انطيل انطيل على المركز الأول طلت بهذا الشعار من البداية من انطلاقة هذه الأسماء وهي مطلة دائما بالمركز الأول متقدمة كل الشعارات. محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود الأخيلي يتقدم على المركز الأول ويقدم انطيلة على الصدارة والمقدمة. انطفية قادمة انطفية على المركز الثاني. انطفية وياسر بن محمد بن ياسر بن علي العفاري القادمة على المركز الثاني. أمجاد أمجاد المتحدث تحدي قادمة تبحث عن امجاد المتحدي في صباح هذا اليوم. سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي يتقدمون اهالي زعبيل يتابعون يبغون السلام في اشواط الانتاج. المتحدي المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع هوايل 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 قادمة على رابع المراكز لمسلم بن سيل بن هي العامري. والمركز الخامس مع بلقوم يقدم مذيار 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 سالم بن عتيج بن علي القوم الاكتبي المتقدم في هذه اللحظات. ما شاء الله أصبحت خماسية أصبحت خماسية مع اقترابنا للثنين كيلو متر. ما شاء الله بقيادة طيلة بقيادة طيلة على المركز الأول بتسع دقائق واربعين قطعت الستة كيلو مترات. طيلة على المركز الأول بن شلبود الخيلي العفاري على المركز الثاني. بن هي على المركز الثالث. بن منانة على المركز الرابع. بالقومة على المركز الخامس. بن حمودة على المركز السادس.
وصل بالدبية، وصل بالدبية، وصل على المركز السابع ثامن المراكز المري، مع تحية عامر بن سعد بن محمد بن رفادة المري. من القادم على المركز التاسع؟ هذه سياقة انساقت في هذه اللحظات، مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري، وحضور بحضور قادمة. مرحبا بشعار راعي دريبة عبد الله بن خالد بن حميد، راعي دريبة المهيلي قادم في هذه اللحظات. يا هي معركة، يا هو تحدي، يا هو صراع في أشواط الانتاج، في أشواط الانتاج. عودة إلى الصدارة، انطفية انطفية على المركز الأول، انطفية على الصدارة، انطفية على المقدمة. وين الموقع يا العفاري؟ وين الموقع يا ياسر يا بن محمد؟ بنقول خلاص الكيلو الأخير. يا هالي الانتاج، يا هالي الانتاج، يا من المرموم من دانة الدنيا دبي باتجاهنا إلى العفاري، إلى العفاري. راعي مطفية ياسر بن محمد بن ياسر بن علي العفاري يتقدم على المركز الأول، ولكن مذيار مذيار ذلول الدار قادم على المركز الثاني بالقوم، بالقوم القادم سالم بن عتيق بن علي القوم الكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس حاير وطاير ما بين مطفية، ما بين مذيار، ما بين مطفية، ما بين مذيار. القطاع الجنوبي وهالي وهالي المدام، وهالي المدام، اللحظات الأخيرة. يا هالي الانتاج، يا هالي الانتاج، الثنايا الثنايا، المهجنات الأصايل إلى المصانع الجنوبية للمرة الثانية، لكن هذه المرة بطريقة مطفية، بطريقة مطفية، وبأسلوب ياسر بن محمد بن ياسر العفاري. لله درك يا أبو محمد، تسلم يمينك يا أبو محمد. تهانينا والناموس لياسر بن محمد بن ياسر العفاري. ما شاء الله على مطفية، مطفية تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. مذيار سالم بن عتي القوم الكتبي على المركز الثاني، قدم مذيار المركز الثالث، المركز الثالث. هذه هوايل لمسلم بن سيل بن هيل عامل المركز الرابع، راهية لعبيد بن عيسى بن محمد الخيلي المركز الخامس، سياقة لمسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري. هكذا هي النتيجة. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول مطفية إلى خط النهاية، معلن الفوز. التوقيت الزمني 12:41، 9 أجزاء من الثانية هو توقيت مطفية. تهانينا والناموس لياسر بن محمد بن ياسر العفاري. هو التوقيت الأفضل يتسجل في هذا الصباح مع مطفية، وإلى المصانع الجنوبية نهنيهم على هذا الفوز والانتصار من المرموم، وإلى المصانع الجنوبية وإلى أبو محمد. 12:43 جزئين من الثانية هو توقيت مذيار لسالم بن عتيق بن علي القوم الكتبي، المركز الثالث. نتابع المركز الثالث 12 دقيقة، نتابع في هذه اللحظات. في 8 كيلومترات مع هوايل 52، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مسلم بن سيل بن هيا العامري، تهانينا والناموس للجميع. نعود لنتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، حيث ينطلق شوطنا قبل